النهارده هعمل سمك قاروص محشي جمبري وخضار. سمك قاروص، جمبري صغير، فلفل الوان، طماطم، بصل، صلصه طماطم، ثوم. هنقطع الفلفل مربعات صغيره علشان لو قطعته كبير مش هقدر احشيه. وايه دي البصله، هقطعها برضو حلقات كده. زيت زيتون بقى، زيت نباتي، زبده، انا شخصيا بفضل زيت الزيتون. البصل مع فلفل الالوان هيتحطوا في الزيت الاول، يبتدوا يطروا سنه. هبتدي احط بعد كده الثوم، هقطعها برضو مربعات صغيره عشان ما تضايقنيش وانا بحشي السمكه، على مرتين. حط شويه فلفل اسود كده. ممكن احط الثوم، لو كنت حطيت الثوم من بدري شويه كان هياخد طعم. هاخد معلقه كبيره من صلصه الطماطم، احطها في النص، هسبكها، فنحط لها كده سنه سبايسي. طبعا الكميه راجعه لحضراتكم، على مكرونه نحطه، على رز نحطه، على سمك فيليه، على اي حاجه. ده بقى صوص جاهز. اخد الطماطم بالعصير اللي فيها ده، حط عليه الجمبري. 3 4 دقايق بالكتير في الصوص مع شويه ميه صغيرين، بقى عندنا مكرونه مسلوقه. دي ممكن احطها هنا، بقى عندنا مكرونه مسلوقه. فالامور كلها سهله وبسيطه، مفيش اقل من ربع كوبايه ميه، شويه ملح كويسين، شويه فلفل. زي ما بقول لحضراتكم ده كده، مجرد ما الجمبري يستوي هاخد بقى البصله هقطعها حلقات. بعمل كده ليه؟ علشان مش عايز السمكه تلزق في الصينيه اللي داخله الفرن. هجيب السمكه هفتح فيها كام فتحه، طبعا هنا الاول كده، ونجيب سكينه حاميه نفتح فيها كام فتحه كده بالمعلقه بقى، نحشي كل الكلام ده والراس. هدخلها الفرن على درجه حراره 180